السلام عليكم. في ده انا عايز استنتج الفورمولا بتاعه السودو انفرس اللي كنا عنه الفيديو اللي فات. في الحقيقه انا هستنتج الفورمولا دي في الفيديو ده وهستنتجها بطريقه ثانيه في الفيديو الجاي، والطريقتين في الاخر هيوصلونا لحاجه مشابهه جدا او نفس الحاجه يعني. طيب نفتكر كده ان احنا كنا عايزين ان احنا كنا عارفين ان اي ماتريكس A بتحقق لي ان الA في اي ايكوالز سيجما اي يو اي لو الفي اي ده في الرو سبيس، ده كده الرو سبيس، وطبعا الـ UI بيجي لي في الكولوم سبيس. طيب اللي انا عايزه ان انا عايز ماتريكس بحيث ان انا لما ابلاي الماتريكس دي على UI تجيب لي VI على سيجما I. ما انا عايز ابلاي الماتريكس على سيجما I UI تعمل الريفرس اوبريشن وترجع لي الـ VI، صح؟ انا عايز ماتريكس كده بحيث ان هي كانها بتلاشي الماتريكس A دي. يبقى انا عايز الماتريكس A بلس اضربها في UI تجيب لي VI على سيجما I لكل اليو ايز اللي هم البيزيز بتوع الكولوم سبيس. وخد بالك ان انا لو جبت الماتريكس اللي اتحقق لي الكلام ده للبيزيز بتوع الكولوم سبيس هبقى نفس الماتريكس دي هتحقق نفس الكلام لكل الفيكتورز في الكولوم سبيس، لان كل فيكتور في الكولوم سبيس هو عباره عن لينير كومباينيشن من البيزيز بتوع الكولوم سبيس. فزي ما كنا بنتكلم في الماتريكس از لينير ترانسفورميشنز، لو عرفنا نعمل حاجه لكل البيزيز بتاعت الكولوم سبيس هتبقى بتعمل نفس الحاجه لاي كومباينيشن اوف البيزز وبالتالي لاي فيكتور في الكولوم سبيس. طيب حلو، تعال نفكر في ماتريكس اضربها في يو واحد تجيب لي في واحد على سيجما واحد. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل هنا يو واحد ترانسبوز واحط هنا في واحد وهنا اقسم واحد على سيجما واحد. طب ليه اخترت كده؟ اخترت كده علشان عارف ان يو واحد ترانسبوز يو واحد ب1، ده في الاخر ده دوت برودكت يعني، والفيكتور ده يونت فيكتور، وبالتالي يو واحد ترانسبوز يو واحد بواحد، وبعد كده هيتبقى لي في واحد على سيجما واحد. حلو، يبقى انا عارف ان الاكسبريشن ده عباره عن في واحد على سيجما واحد اللي انا عايزه. بس خد بالك ده في واحد في واحد ترانسبوز عباره عن ماتريكس، ده كده كولوم في رو، فده عباره عن ماتريكس، وبالتالي اقدر اقول ان الماتريكس دي اللي هي واحد على سيجما واحد في واحد يو واحد ترانسبوز هي الماتريكس اللي هتريفرس الاوبريشن بتاع الماتريكس A. هتحول لي يو واحد لما اضربها في يو واحد هتجيب لي في واحد على سيجما واحد. حلو، يبقى كده خيط اقدر امشي وراه. هل اقدر اقول ان الماتريكس دي هي الA بلس؟ الاجابه لا. ليه؟ لان ماتريكس A بلس لازم تعمل الكلام ده لكل البيزز. تخيل انت ضربت الكلام ده واحد على سيجما واحد في واحد يو واحد ترانسبوز، دي الماتريكس بتاعتك، رحت ضربتها في يو اتنين، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي يو واحد ترانسبوز يو اتنين ده بزيرو، لان في الاخر اتنين دول فيكتورز اورثوجونال تو اتش اذر، وبالتالي ده هيديني زيرو، مش هيديني واحد على سيجما اتنين في اتنين. عشان اجيب واحد على سيجما اتنين في اتنين لازم اخلي دي واحد على سيجما اتنين وهنا في اتنين، ودي تبقى يو 2 ترانسبوز. في الحاله دي الماتريكس دي اللي هي 1 على سيجما 2 في 2 يو 2 ترانسبوز هتحول لي يو 2 ل 1 على سيجما 2 في 2 عشان في الاخر ده كده بقى بيساوي 1 تاني، وهتحقق اللي انا عايزه. بس الماتريكس الثانيه دي مش هتحقق اللي انا عايزه لليو 1. طب اعمل ايه عشان اتصرف؟ ابسط حاجه تعال نجمعهم على بعض. تعال نقول ان الماتريكس بتاعتي هتكون 1 على سيجما 1 في 1 يو 1 ترانسبوز بلس 1 على سيجما 2 في 2 يو 2 ترانسبوز. الماتريكس دي ماتريكس بلس ماتريكس، هي عباره عن ماتريكس برضو. لو ضربتها في يو واحد هتلاقي الترم الاولاني يجيب لك واحد على سيجما واحد في يو واحد، والترم الثاني هيديك زيرو لان اليو اتنين عمودي على يو واحد، بتاعي الدوت برودكت بتاعهم بصفر. فبالتالي الماتريكس دي لو ضربتها في يو واحد هديك واحد على سيجما واحد في يو واحد، لو ضربتها في يو اتنين الترم الاولاني هيتلاشى والترم الثاني هيديني واحد على سيجما اتنين في اتنين، وبالتالي هتحقق الانفرس اللي انا عايزها او الاوبريشن اللي انا عايزها ليو واحد يو اتنين. طب انا عايز الكلام ده يفضل ترو لكل الفيكتورز من اول يو واحد لحد يو ار اللي هو لحد الرانك بتاعتي، وبالتالي هاوبريت بنفس الطريقه. هقول ان الماتريكس A بلس بتاعتي او الماتريكس اللي انا عايزها سميها A بلس هتكون عباره عن سيجما واحد على سيجما اي من اول الاي ايكوالز 1 لحد الاي توصل للرانك بتاعي، واحد على سيجما اي في اي يو اي ترانسبوز. الماتريكس دي مجموع شويه ماتريسيز طبعا، الماتريكس دي لو ضربتها في اي يو من اول يو واحد لحد يو ار هتديك الكوريكت ريزلت اللي انت عايزها. حلو، الاكسبريشن ده مش بيفكرنا بحاجه، بيفكرنا بطريقه من طرق الماتريكس ماتريكس ملتيبليكيشن اتكلمنا عنها. احنا بنتكلم في الاس في دي نفسه، كنا قلت ان الاس في دي بيقول لي ان الاي عباره عن يو سيجما في ترانسبوز، وقلت ان ده اقدر افكه ان هو عباره عن سيجما اي يو اي في اي ترانسبوز، صح؟ من اول اي ايكوالز 1 لحد
ما اخلص كل السيجمات اللي عندي. فالحقيقه ده شبهه جدا، بس الفرق ان عندي هنا واحد على سيجما. فالحقيقه الكلام ده اقدر اقول ان هو، هقدر اقول ان هو عباره عن يو، او لا مش يو، هيبقى هنا في، انا باي انالوجي يعني اللي فوق ده هيبقى هنا في سيجما، بس السيجما دي كل الحاجات اللي فيها واحد على سيجما، انا اسميها سيجما بلس او سيجما انفرس لو انت عايز، هنا فيو ترانسبوز. بس خد بالك هنا من حاجه مهمه، انا بسام لحد الار بس، وبالتالي انا الفي دي عدد الكولومز بتوعها ار، يعني كاني واخد الار كومبوننتس اوف الرو سبيس بس مش مكمل الفي كلها. الفي الاصليه خد بالك فيها رو سبيس وجنبها في نال سبيس، بس انا هنا واخد الار بس، يعني واخد في هسميها في ار، والسيجما برضه اسميها سيجما ار، عشان انا واخد بس ايه دي السيجما دي هتكون في الحاله دي سكوير ماتريكس ار في ار. نفس الكلام اليو، انا واخد ار رو بس من الروز بتاعه اليو ترانسبوز. نفتكر كده بس ان اصلا كان لو الماتريكس A بتاعتي كانت ام في ان، لو الماتريكس الاصليه A كانت ام في ان، فساعتها الفي بتبقى ان في ان، الفي الاصليه بان في ان، واليو بتبقى ام في ام، والسيجما بتكون ام في ان زي الايه بالظبط، بحيث ان انا لما اضرب يو في سيجما في ترانسبوز الاقي الدايمنشنز بتاعتي مظبوطه زي الفل. هنا انا واخد سبسيت بس، فانا واخد السيجما دي ار بس، واخد ار في ار، واخد الفي ار ده عدد الكولومز ار، بس عدد الروز لازم يكون نفس الدايمنشن بتاع الفي داخل، ده هيكون ان في ار، يعني ده في ار يكون ان في ار، ده هيكون ار في ار، واليو ار دي هتكون ايه، اليو ار ترانسبوز دلوقتي هتكون ار في ام، لان اليو ار نفسها ام في ار، بس اليو ار ترانسبوز ار في ام، وبالتالي الاي بلس بتاعتي هتكون الدايمنشن بتاعها في الحاله دي ان في ام، فاللي هو ترانسبوز بتاع الاي، وده منطقي ان انا عايز اضرب الاي بلس في الاي، دي حاجه شبه الايدنتي، هتشوف هدينا ايه دلوقتي يعني، فدي ان في ام ودي ام في ان ينفع يتضربوا في بعض، لو كانت ان، لو كانت ام في ان زي الاي مش هينفع يتضربوا في بعض اساسا، وبالتالي الكلام ده منطقي نوعا ما. طيب فانا دلوقتي بدعي ان الماتريكس اللي احنا جبناها دي لو ضربتها في اي يو اي حيث الاي اصغر من الرانك هتديني في اي على سيجما. تعال نجرب الكلام ده، تعال نشوف دلوقتي اليو ار دي عباره مثلا عن يو 1 ترانسبوز يو 2 ترانسبوز، هنفترض الار بثلاثه مثلا لحد، او ماشي هنسمي ده يو 3 ترانسبوز، هنفترض الار بثلاثه، فدي الماتريكس دي. السيجما ار دي سيجما بلس ار فيها هنا 1 على سيجما 1 1 على سيجما 2 1 على سيجما 3. الراجل ده الفي ار برضو ايه ان في ار، انا ما اعرفش الان كام بس مش مهتم اعرف، هحط انا الفيكتور في 1 في 2 في 3، انا في الاخر عارف ان الار بثلاثه. طيب الكلام ده لو ضربته في اي يو كي، تعال نشوف كده اضربه في اي يو كي اي حاجه ايه اللي هيحصل. اليو كي ده لو واحد من دول، يعني لو واحد في الكولوم سبيس هيديني، هيبقى دوت برودكت، هيديني حاجه دوت برودكت مع نفسه هيديني واحد عشان يونت فيكتور في البوزيشن المظبوط وصفار في بقيه البوزيشنز. تعال نفترض ان هو يو كي والكي بتساوي 2 مثلا، فكده بضرب في يو 2، ساعتها هلاقي ان الكلام ده هيديني ايه، هيديني هنا 0 1 0. طيب اضربه في الماتريكس دي هلاقي 1 على سيجما 1 1 على سيجما 2 1 على سيجما 3، هنا 0 0 0 0 0 0. خد بالك ان اللي هيأثر معايا هو الراجل اللي في النص ده بس، الاولاني مش هيأثره ليه، لان في الاخر حاصل الضرب ده عباره عن 0 في اول كولوم من الماتريكس بس 1 ثاني كولوم من الماتريكس، فهيديني ثاني كولوم بس، فحاصل الضرب ده هيديني هنا 1، هيديني ثاني كولوم من الماتريكس دي على طول، اللي هو ايه، اللي هو 1 على سيجما 2 اللي هو كان 0 1 على سيجما 2 و0، ده حاصل الضرب بتاع الاثنين دول مع بعض او الثلاثة دول مع بعض. طيب بعد كده هضربه في الراجل ده هيبقى 0 من اول كولوم بلس 1 بلس 1 على سيجما 2 من ثاني كولوم، فالكلام ده في في ار هيديني 1 على سيجما 2 من في 2 اللي هو فعلا اللي انا عايزه، يبقى اذا الماتريكس بتعمل اللي انا عايزه بالنسبه ليو 2، ونفس الكلام باي سيمتري ليو 1 ويو 3. طيب حلو، يبقى انا كده عرفت اجيب ماتريكس بتعمل اللي انا عايزه، بتعمل مابنج من الكولوم سبيس للرو سبيس بالشكل اللي انا عايزه زي الفل مفيش اي مشكله. طيب عايزين نشوف الماتريكس دي بتعمل ايه على لو فيكتور من الليفت نال سبيس او من النال سبيس اوف اي ترانسبوز. انا كنت قلت ان انا مش مهتم قوي هي هتعمل ايه، بس كنا اخترنا باي تشويس ان احنا عايزين الماتريكس بتاعتنا تحول اي حاجه في الليفت نال سبيس للفيكتور 0. هل دي هتعمل كده؟ الاجابه اه، لان في الاخر لو عندك اليو كي والكي مثلا طلع كي ب 4، يعني طلع فيكتور اكبر من الرانك، طلع فيكتور يعني من الفيكتورز اللي في الليفت نال سبيس مش اللي في الكولوم سبيس، فبضرب ده في يو 4 هو اورثوجونال، الماتريكس يو كل الفيكتورز بتوعها يو 1 لحد يو ام
كلهم orthogonal to each other، فيو 4 ده عمودي على يو 1 ويو 2 ويو 3، وبالتالي هلاقي الدوت برودكت بصفر في ثلاث حالات هيديني فيكتور كله صفار، وطالما جبت فيكتور كله صفار هيبقى كل حاجه بصفر، هيديني في الاخر بصفر. لو حطيت انا يو 4 هيديني صفر. اذا انا هماب يو 4 للزيرو فيكتور، وهماب يو 1 لواحد على سيجما 1 في 1، وهماب يو 2 لواحد على سيجما 2 في 2، وبالتالي هبقى عملت كل اللي انا عايزه. يبقى اذا الشيء اللي انا جبته ده يصلح ان هو يكون سودو انفرس. ممكن نقف لحد هنا، محدش يقول لنا ان انتوا غلطانين ولا حاجه، بس في حاجه ممكن تضايقنا شويه، وهي ان الماتريكس يو الاصليه كانت سكوير ماتريكس والبي كانت سكوير ماتريكس، بينما في الانفرس اللي احنا جبناه ده او في السودو انفرس اللي احنا جبناه ده حولناهم لريكتانجلر ماتريسيز. وكمان كانت اليو ماتريكس جميله، فيها كل السبيس بتاعها، كل الاورثوجونال فيكتورز اللي بيسبانوا الكولوم سبيس وجنبهم الاورثوجونال فيكتورز اللي بيسبانوا الليفت نال سبيس. نفس كلام الفي، كان فيها الاورثوجونال فيكتورز اللي بيسبانوا الرو سبيس واللي بيسبانوا النال سبيس، كانت ماتريسيز محترمه وبنت ناس يعني. فهل انا اقدر اجيب سودو انفرس تاني احافظ فيه على الدايمنشنز بتاعت اليو والفي، احافظ على كل الحاجات اللي جواهم ولا لا؟ طب تعالى تخيل كده، لو انا حاولت اكبر اليو بدل ما هي ار في ام، يعني انا قلت دلوقتي ان الانفرس بتاعنا كان عباره عن في في سيجما في يو ترانسبوز، ودي كانت ار في ام، دي ار في ار، ودي ان في ار. طيب لو حبيت استخدم النسخ النظيفه من اليو ترانسبوز ومن الفي، النسخ الكامله يعني، احط فيهم كل البيزز، هيبقى اليو بتاعت يو ترانسبوز المفروض تكون ام في ام، طبعا دي كانت سيجما بلس، الفي كانت ان في ان، والسيجما بتاعتي سيجما بلس. في الحاله دي هتضطر ترجع تاني ان في ام عشان الملتيبليكيشن يشتغل. طيب فدلوقتي عايزين نشوف اغير ازاي اليو والفي، عندي ثابتين هم فيهم البيزز بتوعهم، عايز اشوف السيجما ممكن اعمل فيها ايه عشان او عشان اجيب السيجما بلس اللي تنفع برضو تحقق لي ان الاي بلس دي تكون هي السودو انفرس، بس في الوقت تكون الدايمنشنز مظبوطه. فهضطر اغير شويه في السيجما، السيجما اتغيرت، السيجما كبرت، هي بقت ريكتانجلر بدل ما سكوير. طيب اليو بتاعتي دلوقتي بقت عباره عن يو 1 ترانسبوز، يو 2 ترانسبوز، يو ار ترانسبوز، طبعا لو يعني لحد يو ار ترانسبوز، وبعد كده لحد يو ام ترانسبوز، فدي كده اليو بتاعتي. طيب السيجما بتاعتي انا عارف ان الحبه الاولانيين على الدياجونال هيكون 1 على سيجما 1، 1 على سيجما 2 كده على الدياجونال برضو، 1 على سيجما 3، 1 على سيجما ار لو انا مفترض ان الار ب 3 عشان نكون كونسيستنت يعني، بس طبعا ده مش لازم. طيب ماشي هظبطها، بس تعالى نفترض مجرد افتراض ان الام بتساوي الان هنا بتساوي 5 والرانك بتساوي 3، فدي كده سكوير ماتريكس بس ملهاش انفرس برضه عشان هي مش فول رانك، والكلام ده برضه هينفع يشتغل برضه، انا هستنتجه هينفع يشتغل برضه لو كانت ماتريكس ريكتانجلر عادي، ممكن تفترض مثلا الام ب 5 والان ب 4 بس مش فارقه يعني، كل الكلام اللي هيتقال هينفع يشتغل في كل الحالات. طيب في الحاله دي انا عارف ان الثلاثه دول هيكونوا كده زي ما هم في الاخر، الواحد اللي هم دول الحبه بتوع الرانك اللي هو الماتريكس سيجما بلس الاصليه اللي هي سيجما ار بلس دي اللي كان فيها كانت ار في ار او كانت 3 في 3. طيب الترمات الباقيه على الدياجونال ممكن احطهم A و B ونشوف كده ايه اللي هيحصل بالظبط عشان نحاول نفهم ايه احسن قيم اقدر احطهم للA والB دول عشان اجيب السيجما بلس دي. طيب تعالى كمان نخلي دي طالما احنا عارفين ان هم بقى المفروض ان هم 5 يعني، يبقى عندك بعد ميو R يبقى عندك هنا ميو 4 ترانسبوز وميو 5 ترانسبوز. ماشي، وهنا بالنسبه للV هيبقى هنا V1 V2 V3، طبعا في 3 اللي هي في ار عشان عندي الرانك ب 3، في 4 في 5. طيب انا عامه المفروض اكون متاكد ان الماتريكس الجديده بتاعتي دي اللي هو حاصل ضرب الثلاثه دول في بعض ايه بلس الجديده بتاعتي دي هتحقق نفس الغرض بالنسبه لكل الفيكتورز يو 1 لحد يو ار، لان انا ما غيرتش الاليمنتس اللي على الدياجونال بتاعت السيجما دي. تعال نجرب تاني يعني من باب التاكيد، بس في الاخر ده مش هيحصل، مش هيحصل فرق، لان انا عندي هنا مثلا يو 2 مثلا، هتلاقي ان اللي حاصل ضرب ده في يو 2 هيديني فيكتور في 0 1 0 0 0. طيب لما اضرب الكلام ده في الماتريكس دي هيضرب في 1 على سيجما، هيديني 1 على سيجما 2 مكان الواحد، فيبقى هنا 1 على سيجما 2. لما اضرب الكلام ده في الماتريكس في هيضرب، هيلاقي ان يجيب لي هنا في 2 على سيجما 2، فالكلام ده هيديني في 2 على سيجما 2 اللي هو انا عايزه. فبالتالي انا متاكد ان ده مش هيفرق بالنسبه للفيكتورز اللي هي بارت من الكولوم سبيس. هيفرق، ممكن يفرق في ايه؟ هيفرق في الفيكتورز الزياده اللي هي كانتش موجوده هنا، اللي هي يو 4 ويو 5 اللي هم فيكتورز بارت اوف الليفت نال سبيس او نال سبيس اوف A ترانسبوز. طب لو ضربت الكلام ده مثلا في يو 4 ايه اللي هيحصل؟ قبل كده في الماتريكس في الاختراع الصغير ده اللي فوق ده
كان بيجيب لي صفر وخلاص، بس هنا مش هيجيب لي صفار، مش هيجيب لي فيكتور اوف اول زيروز، لان هنا في يو 4 ترانسبوز هنا هيتضرب في يو 4 يديني 1، فده هيديني فيكتور كده 0 0 0 1 0. طيب لما اضرب الكلام ده في الماتريكس دي هلاقي ان بضرب 1 في الكولوم الرابع ده هيديني هنا ايه بدل الواحد هيبقى ايه. طيب بعد كده لما اضرب الفيكتور ده في الماتريكس في هلاقي ان يطلع لي هنا في 4، هيضرب الايه في 4، فده هيديني في الاخر لما اضربه في هيديني A في V 4. فاذا ايه اللي حصل دلوقتي؟ الماتريكس الجديده بتاعتي دي عملت مابينج لفيكتور U 4 اللي هو في الليفت نال سبيس او في النال سبيس اوف A ترانسبوز لفيكتور V 4 اللي هو في النال سبيس اوف A. يبقى اللي حصل دلوقتي ان الانفرس ده جاب لي عمل لي مابينج من حاجه في النال سبيس اوف A ترانسبوز لحاجه في النال سبيس اوف A، عمل لي مابينج من فيكتور U 4 هنا لفيكتور V 4 هنا. هل ده غلط؟ لا انا ما اقدرش اقول ان هو غلط، لان كده كده مفيش حاجه معينه انا عايز اعملها بالفيكتور اس ده في 4 كانه هو الفيكتور اس، فمفيش حاجه معينه عايز اعملها، بالتالي ده مش غلط. بس لو انا عايز اعمل اللي انا قلته بالظبط، ان انا عايز اماب الحاجات اللي في نال سبيس اوف A ترانسبوز ان هي تروح للزيرو فيكتور، كل اللي انا محتاج اعمله ان انا اخلي الاي بصفر، ونفس الكلام هينطبق على البي، نفس الكلام ان البي هتاثر فيه 5. فانا لو خليت الاي والبي بصفار كده ساعتها هماب اليو 4 لزيرو في 4 اللي هو بزيرو، فجه هماب لزيرو، وساعتها هبقى جبت ايه؟ هبقى جبت الستاندرد سودو انفرس. اللي انا جبته دلوقتي ده هو الستاندرد سودو انفرس، بس الناس كلها متفقه ان انت ممكن تعمل فاريشنز فيه لو انت عايز، بس مفيش لازمه انك تعمل فاريشنز فيه يعني. طيب يبقى اذا السودو انفرس الستاندرد هيكون عباره عن في في سيجما بلس فيو ترانسبوز، حيث سيجما بلس دي فيها بتاخد السيجما اولا بتعملها ترانسبوز، ثانيا كل سيجما نون زيرو بتبدلها بواحد على سيجما، والاصفار كلها بتسيبها زي ما هي. فده كده هو السودو انفرس الستاندرد للماتريكس A. طيب في حاجه ثانيه عايز اقولها هنا، ان السودو انفرس ده بيروح او بيبقى هو الترو انفرس لو الماتريكس A كانت فول رانك. طب تعالى نثبت الكلام ده. دلوقتي لو عندي ماتريكس A، ماتريكس A عباره عن يو سيجما في ترانسبوز مش كده؟ لو عايز اجيب الاي انفرس، الانفرس الطبيعي خالص لو الماتريكس كانت فول رانك، هاخد الكلام ده ماينس 1 اللي هو يو سيجما في ترانسبوز الكل ماينس 1، الماينس 1 بتوبريت بتعكس كل حاجه، فهيبقى في ترانسبوز ماينس 1، والترانسبوز عشان هي اورثوجونال فالترانسبوز هو الانفرس، هيديني هنا في سيجما ماينس 1 يو ترانسبوز اللي هو برضه اليو ماينس 1 هي نفسها اليو ترانسبوز، فالاي انفرس هو اليو سيجما ماينس 1 يو ترانسبوز. الاثنين دول هما الفي واليو كده كده هما فول رانك مهما كانت الظروف، هما كده دايما فول رانك دايما، حتى لو الماتريس الاصليه ايه نفسها مش فول رانك دول هيفضلوا برده فول رانك، دول اورثوجونال ماتريسيز فول رانك. اللي بتفرق معايا هي السيجما، لو الماتريكس الايه الاصليه كانت فول رانك السيجما هتكون فول رانك، وبالتالي هلاقي السيجما بتاعتي عباره عن سيجما 1 سيجما 2 سيجما 3 مثلا سكوير ماتريكس كده فول رانك، وبالتالي لما اجيب الانفرس بتاعها بقسم كل حاجه في الدياجونال كده 1 على 1 على 1 على، وهقدر اقسم الكلام ده. فالسيجما انفرس ديفايند لو السيجما دي كان فيها كل القيم دي مش بزيرو. المشكله بتحصل ان لو السيجما ما كانتش فول رانك، لو الاي ما كانتش فول رانك والسيجما مش فول رانك، هيبقى عندي هنا سيجما 1 مثلا سيجما 2 وصفر. فلو حبيت اجيب السيجما انفرس دي هلاقي ان انا اجيب 1 على سيجما 1 و1 على سيجما 2 و1 على 0، 1 على 0 بانفينيتي هيبوظ لي كل حاجه. وبالتالي السيجما انفرس هتبقى انديفايند في الحاله دي، مفيش true inverse للماتريكس سيجما لو السنجلر فاليو اللي جواها فيه سنجلر فاليو بزيرو، وبالتالي undefined. فاللي احنا بنجيبه ان احنا بنجيب حاجه اقرب ما تكون للانفرس بنسميها السيجما بلس دي، اللي هي بتبقى 1 على سيجما 1، ده اللي احنا جبناه اصلا في الطريقه اللي احنا استنتجناها، يعني 1 على سيجما 2، وهنا حطينا الباقي الاصفار كلها زي ما هي بحيث ان انا اكون اقرب ما يكون للانفرس، بس هو مش true inverse كده، بنحط لها بلس مش بنحط لها ماينس 1. طيب تعال نشوف اللي هيحصل لو ضربت السيجما في السيجما بلس في الحاله دي. لو ضربت السيجما في السيجما بلس انا عندي مثلا سيجما سيجما 1 سيجما 2 دي كده 0، وهنا طبعا فيها 0 0 0 0 0 0 ضربتها في السيجما بلس اللي هي 1 على سيجما 1 1 على سيجما 2 0 برضو كده، هل اللي بيحصل ان سيجما 1 1 سيجما 1 هيديني هنا 1 وهيديني هنا 1 وهيديني هنا 0 0 0 0 0 0 0. فهو اداني حاجه هي اقرب ما تكون للايدنتيتي بس هي مش ايدنتيتي.
انا كان نفسي ان ده يكون واحد، كان نفسي ان ده يكون واحد، بس مش عارف اخليه واحد عشان السيجما ملهاش انفرس اصلا، بس ده اقرب حاجه للانفرس ان هي بتجيب لي حاجه قريبه من الايدنتيتي بس ما هياش ايدنتيتي. نفس الكلام سيجما بلس في سيجما هيديني برضو حاجه قريبه للايدنتيتي. طب تعال نشوف الحاله الثانيه، لو السيجما كانتش سكوير، كانت سيجما عامله كده مثلا، كان مثلا هنا في سيجما واحد، هنا في سيجما 2، هنا مثلا 0 0، هنا مثلا في كمان صفرين هنا مثلا، فدي كده مثلا السيجما. ففي الحاله دي هتكون السيجما بلس، باخد ترانسبوز سيجما بلس، هتبقى ترانسبوز بتاعها، فيبقى هنا مثلا سيجما 1 0 0، بس هحط كمان 1 على سيجما 1 0 0، هنا 0 1 على سيجما 2 0. طب اضرب السيجما بلس، لو سيجما بلس في سيجما، هنا سيجما 1 0 0 0 سيجما 2 0، تعال نضرب الكلام ده في بعضه، هيديني حاجه 3 في 3 المفروض، صح كده؟ تمام، كان المفروض اعملها بالعكس عشان تديني حاجه 2 في 2، بس مش مهم، دي حاجه 3 في 3، هيديك برده هنا 1 وهنا 1، والباقي هيبقى صفر بنفس الطريقه يعني. فهو برده سواء كانت ريكتانجلر او كانت سكوير، برده سيجما سيجما بلس او سيجما بلس سيجما هتكون ماتريكس اقرب ما تكون الايدنتيتي، بس هي مش ايدنتيتي. تمام، في الفيديو الجاي هنحاول نستنتج برضو السودو انفرس بشكل مختلف شوية يعني.